متر بدران هنا ومروقين عليه ومستقنيس على الاخر يا برين. اي سي قاعد على البر هناك. كراماتك شكلها هتبان يا متر. دايما بتلبس في الوقت اللي مش مناسب يا مالك. مونيا. أنا ميرام يا بص. ما ترديش. خليكي جنبي هنا هحتاجك على إنك مونيا. ده نص الكلام بس. النص التاني؟ قدام النوح وفلوسه. ما أنا قلت لك هتاخد اللي هتطلبه. لا. ما عايزش تنفع معايا العملة دي يا حبيبي. يقبجني هتلاقي نص الكلام اتشبك مع اخوه. ما يتخافش عليك يا متر. استبينا. بس انا عايزك تنور اخوك. بدل ما نوح يلعب معايا الدنيء او يديني كتف الاقي نفسي بره الملعب. خليه احس ان انا ليا دور مهم معاكم. بشرط. مونيا. لا مش ده. ها؟ تجيب لي منه اعلى سعر. حلو. حلو قوي. اشجيني. قول لي. افندينا ناوي على ايه في شهر العسل؟ It's a great blend. الخلطة هايلة. بس الأصل من عندكم. Its origin belongs to you. We have asked to see this blend to know its effect on the quality of goods given to you. And obviously, it's a positive one. احنا طلبنا نشوف الخلطة دي عشان نعرف مدى تأثيرها على نوعية البضاعة اللي بنديها لكم، واضح إن التأثير إيجابي. أقصانا يا باية، ولسه في تطوير. I made it with my own hand. It still needs some improvement. And I will be improving more. لسه طورها تاني. And I will be improving more. And how are you going to improve it, أفندينا؟ وناوي تطورها ازاي أفندينا؟ ده كامل الحضارات اللي موجودة كلها في السوق. إما الهندي، إما صيني. الألماني ابن بلده شاحح، مع إن عليه طلب وطوابير ياما. وعلشان بقى الأصل الألماني ده يجيب لي ثمنه، لازم الخلطة دي هي الحل. لازم أخلطه كده. وهنعمل منها البرشام كمان. The chemicals available in the market are either Chinese or Hindi. Original German chemicals are dimensioned while the diamond is diamond high. What do you need, Afandina? طلباتك Afandina. بضاعة بيور. نعمل منها الخلطة والمكسب يتقسم بحق ربنا. Pure goods to make the blend and the share will be justly divided between us. المكسب يتقسم بحق ربنا. Fairly divided. But on one condition. You should open new and various markets. More you reach to new markets, more you will earn profits. بس بشرط تفتح أسواق جديدة ومناطق بيع مختلفة، على قد ما توسع على قد ما هيكون نصيبك. اطمنوا. البضاعة اللي زي دي مش محتاجة ولا تتسوق ولا نفتح لها أسواق. هي هتسلك نفسها بنفسها. وسط الجرمة اللي احنا عايشين فيه، الناس مش طايقة نفسها. مش عايزين يفوقوا عشان ما يشوفوش اللي بيحصل حواليهم. احنا بقى هنقدم لهم الخدمة الإنسانية دي. Don't worry, this type doesn't need any publicity. It's widely spread everywhere. People are started with drugs. They don't want to wake up and see the world around, so we will make the service to make them live in another world. وقول لهم ان هنخلي الناس متكيف على الاخر. And the people will be very high. Very! افندينا, opening new markets is very important. فتح الاسواق مهمة برضو افندينا. أنا ابتديت فعلاً وفتحت أبواب رزق لناس كتير. ادوني أنتوا بس البضاعة وسيبوا لي أنا المزاج. Very مزاج. I have already started and proved many with the chances to learn living. You just give me the goods and I will make the pleasure. Cheers to أفندينا and to the magical blend. يتوب علينا ربنا. Cheers to أفندينا and the magical blend. you
البطرة دي مهرة وعايزة خلال صحيح. لم لسانك يا شفاع، الحيطان ليها ودان. ما عادش شفنا فوخي بفك صليبة بنت الإيه يا جدع. انت دي مرات المعلم، ما انتش حمل قلم لا من المعلم الكبير ولا من الصغير. لا كبير ولا صغير، ده عايزة واد فاكر ومطقطق تكون جايب أولها من آخرها. وبعدها لك يا شفاع، انت السيجارة دي لطشتك ولا إيه؟ دي هي اللي طولتش بلد مرة إيه؟ عالسكين يا جدع. انت دي مرات المعلم. سلامات يا معلم، ده عيل كواركو ما يسدش، ده متجوزها تخليص حق. يجي فين هو في المعلم الغريب؟ الله يرحمه. وانت بقى الباب اللي هيسد. لما معاك مفتاح تخش. معاك مفتاحها؟ بجمع اليومين دول. انت مش فاكر لما شفناها في الحارة زنهارت واتكركبت وخدت في وشها ورجعت على طول؟ عادي يعني، ما كانش فيه اي حوار. انت بقى مش شايف، انا شايف ولسه هشوف يا ابو مخي بونيتيل. ماشي يا عم الشواف. ولع يا ده كده زي الهبل. انا اختي مش عارفه انت مستنيه ايه لما يتجوز عليكي التالتة ولا الرابعة. تلاقيكي قاعده مستنيه لما يرميكي في الشارع بالهدمه اللي عليكي، وهو داير يتفسح لي ويقضي لي شهر العسل، وانت قاعده كده عماله تاكلي في نفسك لما بقيتي حته جلد على عظم. يا اختي تعملي اللي بتعمله اي ست علشان تحافظ على بيتها وجوزها، ان شاء الله حتى تنطي وتاكلي مصارينها. الخوف مش من العروسه، الخوف من اللي دايب على عتبتها. يا هبلة رمانة الرقاصة، انتي نسيتي؟ هي دي اللي صحيح الخوف منها. انا لو منك اروح وابص يا اختي اشوف واتاكد، مش يمكن وهي تبقى ورقة في ايدك لما سي خميس يرجع تقومي ضربه له كرسي في الكلوب وننكد على العروسة ونخلص من الجوز. ده عنوانها ومكان شغلها، روحي وشوفيها وتأكدي ان كلامي مظبوط. اه يا اختي هتروحي لها وهتقفي في وشها وتقولي ابعدي عن جوزي يا وليا. يا هبله ده حقك، بس خدي بالك دي علمه، يعني تربيه حواري، يعني بتلعب بالبيضه والحجر، وانت خايبه وما بتعرفيش تنطقي. انا عايزاكي تقفي لها بعين وجباير وتهدديها عشان لما سي خميس يرجع تقوم هي تعيط له قوم ايه احنا نوز العروسه، قوم ايه نخلص من الجوز. انت عايزاني انا اروح معاكي؟ من عينيا الاتنين، انا بعمل كل ده محبه واخوه، بس اوعي تقولي لحد ان انا هروح معاكي ولا ان انا اللي جبت ده. انا طلع عيني كده اهو عشان اجيب لك قرارها. خدي بقى العنوان ده وخليه معاكي لغايه لما نبقى نروح، اتفقنا؟ الطقس ملبد بالغيوم واحتمال سقوط امطار، انما انا عارف ان العلب بتوع الارصاد دول في الكنافه، بيقولوا اي كنافه. والحقيقه ان الدنيا ربيع والجو بديع وقفلنا كل المواضيع. يقفل 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 يقفل. انت جاي تهزر بقى ولا على بالك؟ الله، وانت جاي وراكي حاجه تانية يا حبيبتي؟ ما هو الراجل لازم يهزر في شهر العسل، وكل ست من حقها تنكد على جوزها لما يسيبها في شهر العسل. يا حبيبتي اي حاجه تتعوض الا ايام شهر العسل دي، مش ممكن. يا سلام، انت بتقول انا كده؟ قول لنفسك. طب اعتبرني قلت خميس بطل برود، انا مجنونه وانا موت في الجنان. ايه ده خميس؟ ما تستفزنيش يا حبيبتي، ده انا محضر لك ورديه فسح هبل ما تحلميش بيها. اسمها ورديه؟ اسمها بروجرام. بروجرام؟ مش دي سندوتشات؟ ما علينا، احنا نشيل الاول بس. يا خميس تعالي هنا، يا خميس تعالي هنا،
الفرخه دي لازم تخلص. الحب هو الحل. البني آدم لما بيحب بيحس إن هو عايز يشب عشان يوصل لأفضل صورة علشان حبيبته. وجود مريم في حياة شادي في الوقت ده هيخليه يتمسك بحياته أكتر ويستقبل العلاج، مش كده؟ آه طبعاً كده. حسك مش مقتنع؟ لا بالعكس، أنا مقتنع جداً، لأن ده اللي حصل لي من كام يوم. رجعت البيت لقيت بشاير بتعيط، حاولت أقرب منها وأعتذر لها على إني مديت إيدي عليها. تعرفي أول ما قربت منها حسيتها قوي، وحسيت إنها أحساني جدا. كانت لأول مرة تبقى مصدقاني قوي، سمعاني قوي. للأسف الشديد إن كل حاجة حوالينا النهاردة بتتسابق علشان تحبطك، وأول وسيلة عشان الهدف ده ينجح هو إن الحب يتحول لكلام فارغ، لكماليات، شيء ملوش أساس، أي حاجة ضد الحب وخلاص. ياه فكرتيني يا دكتورة، أنا كنت قربت أنسى خلاص. صدقني يا حضرة الضابط، بلاش حكاية الضابط دي. صدقني يا آسر بيه، يمكن الحب هو آخر شباك مفتوح في الأوضة الضلمة اللي إحنا مرميين فيها دي. ممكن. حاضر حاضر. مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الأول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل؟ بس أنا مش فاهمة برضو، انتوا مين وعايزين مني إيه؟ أنا؟ مش مهم، لأن أنا وسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين؟ كرامة، مراتي خميس، افندينا. انتي كرامه؟ كويس، الحقي دي طلعت مطلعه على العيله كلها. بس انا برضو مش فاهمه انتوا عايزين مني ايه؟ اصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه، وجم وزوا في ودن الست الطاهره دي وقالوا لها يا اختي ان جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ مالك داخله عليا بزعابيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحه كده عشان نعرف نعمل الواجب. الملف السعد يا اختي، انت هتفضلي قاعده ساكته لي كده اهو؟ ما تقولي لها انت عايزه تقولي ايه؟ ما تعملي حاجه، ايه برد ده؟ انت لسه هتشاوري؟ اسكتي خالص. بتقولك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقددي. واذا كان على مزاجسي خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لمي روحك ولمي تعابينك احسن لك، مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خير يا رزق، في ايه؟ الواد شفاعه مدبقك ولابدلك في الدره. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحاره مثلا وشويه هفلطه فارغه كده. هو الواد ده عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي، تشكر يا رزق. انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك، اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ واحد اتنين تلاته اربعه. النوبة كلها حلو الصوت.
انا صعيدي بلدي اسيوط اللي راضينا واللي عادينا يطق 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 وماله بينا بقولها انا من هنا اللي عادينا اللي راضينا اللي عادينا اللي راضينا اتق 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 يلا على المسمار رمضان جلينا لا ودماغنا كمان تعبانا رمضان جلينا لا دماغنا كمان يا حلو طول نهارنا ابيض ليلتنا كل يا حلو صفا يا حلو طول نهارنا ابيض نهارنا ابيض مسمار صعيدة مرحب بكل الصعيدة يا مرحب يا مرحب بالصعيدة بالصعيدة انا قلت حلاقيك في المطار ارجع كمان البيت ملقكش بجد سفريه ايه دي ماشي بس لازم تيجي الليله باي يا حبيبي طب يلا قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت ولما هو يرجع من السفر يبقى يجي لنا بقولك ايه يا خميس ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل بيتك ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت انجزي بقى عايز اشوف الحاجة وحشتني اصلا انا حاجتي هتاخد وقت طويل شوي بليز يا خميس والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم ماشي ماشي يا بنت الباشا ماشي طب بقولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي خلطة جديدة اعملها يا فندينا هرشها في السوق ويبدورها في كام يوم سرها مع بوس فندينا السفرية دي عشان يجيب الأصل ويضربه هو هنا أستاهل بقى اللي في الشنطة دي ولا الكلام ما ياكلش لا 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 ياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا الله يهنيك بس احنا مهمتنا الوطنية للأجيال الجاية إن نعرف الطبخة دي بتتعمل فين وإزاي عشان ما نضرش صحتهم خالص لا ده كلام تاني محتاج رؤى وروقان احلى عيشه واحلى رؤى واحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران طب معلم انت هتسيب له البيت مش كده مؤاخذة معلم انا بسالك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين فرع الصحراوي ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شويه وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة فكرتني ده انا محتاج يومين دول كل قرش لا لا ما انت هتعمل قرشينات ياما يا معلم امال ايه؟ لا احنا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني ونقعد مع بعضينا ونروق الاناني ونذبح لنا طاووسين من دول هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى اكون عملت تحرياتي
جبت لك المفيد بس كله بتمنه. وانا تحت امرك واعرف ازاي اقدر الرجاله. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم اجمل حاجه في المتر بدران انه مش مادي. بتعدهم يا بدران؟ لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا ابو، وحشتيني. معلش اتأخرت عليك شوية عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده. ولا الرحلة جت بفايدة؟ كله بفضل دعواتك يا حاجة يا عسل. الحمد لله على السلامة يا فندينا. الخال الخال جبت لك اللعلم الذهبية. وحشتي وحشتي وكمان وحشني. تعال سلمي يا شوق. الحمد لله على السلامة. يو ما تحب على ايد فندينا يا بنت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجة في البيت ده وأي حاجة. ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده. ياه ورفضوا تراب الكسرة على هدومكوا اللي بنلاقيينها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت يا ابو جمعه. زمن بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك. وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. ما قلنا ما تشعلقيش في الحبال الدايبه،
اخرتها كسر نفس وقطمه رقبه. ما صدقتنيش. انت بتتكلمي على ايه؟ على حبيب القلب يا حبيبتي اللي طار واتجوز وهج من الحاره ورجع لاصله. بقول لك ايه، ما تسيبيني في حالي والنبي. ما حالك ده يا بنتي اللي تعبني وقهرني؟ انت مش شايفه شكلك عامل ازاي؟ لا بتاكلي ولا بتشربي، حتى خطبك كمان ما بقيتيش تذاكري فيها، وطول الوقت مش على قلي في البلكونه. انا عايزه افهم انت مستنيه ايه تاني؟ باخد نفسي يوم، بلاش اخده كمان، مستنيه شويه هوا يفتحوا صدري ويدوبوا التلج اللي على قلبي. يا بنت المفروض الجوازه دي فوقك، مش تخليكي بالشكل ده. ده انت عودك لسه اخضر، ما شدش حل في الدنيا، عايزه تقطعيه بدري بدري ليه؟ يوه وادي الاوضه سايبها لك كمان. انت يا بنت انا بتكلم معاك يا بنت، انت يا بنت لا حول ولا قوه الا بالله. انت سايباني يا بنت ورايحه على فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش بتكلم بالراحه يا جماعه، مش كده بتزعقوا ليه؟ مش عاجبها كلامي. يا مرحميني، هو انت في حد مسلطك عليا؟ شايف البنت بتقول ايه؟ عيب بقى، عيب كده، الجيران كلها سامعه صوتكم دلوقتي. ما انت شايفه الشاب عامل ازاي؟ ده اتمقد بقى زي اللقمه. روحي اعملي لنا حاجه نشربها. روحي. تعالي يا بنت تعالي تعالي، عايزه في حاجه كده اكلمك كلمتين. اقعدي اهدي. شوفي بقى يا بنتي، انا بصريح العباره بابا انا مش حامل نصايح ولا انا قد مواعظ، امي مكفياني من كل ده. بصراحه كده امك خايفه عليكي. امي مش حاسه بيا، انا تعبانه مخنوقه مش طايقه روحي ولا طايقه اي حد، حسوا بقى بيا شويه. صدقيني يا بنتي امك عندها حق، وبعدين حكايه جوازه خميس دي خلصنا من جوازه خميس، سيبوني بقى في اللي انا فيه. والله العظيم والله العظيم قلبي بيقول لي ان البيت دي فيها حاجه. بنتك مجروحه يا ام فتنة وقلبها مكسور.